تزامنا مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني في تونس تكثف من أنشطتها. في هذا المعرض صور لشخصيات سياسية وحقوقية ومواطنين ضحايا القمع والعنف والمحاكمة السياسية في عيون جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، حيث قدمت لزوارها بتقنية الرقمنة 43 صورة لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. اليوم نشوفه في أنماط انتهاكات تستهدف بطريقة مباشرة المعارضين السياسيين فقط لأنهم يمارسوا في نشاطهم السياسي السلمي، وهذا حقهم يكفله لهم القوانين التونسية والدستور التونسي والقوانين الدولية. نشوفه في أشخاص موجودين في السجن لشهور عديدة لأنهم يحقوا في جرائم خطيرة جدا متاع إرهاب بدون أي سند أو قرينة. ومع اقتراب الذكرى 13 للثورة التونسية تبدو المفارقة جلية في نظر النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، تعززها منظومة قانونية يصفونها بالقمعية. يبقى أبرزها المرسوم الرئاسي 54 المثير للكثير من الجدل المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة. بعد 25 جويلية ظهر لنا نوع من انتهاك جديد اللي هو انتهاك حرية الرأي والتعبير، اللي احنا قمنا بثورة باش نوصلوا ان نهار نحكيوا احرار ونعطيوا رأينا كيما نحبوا. فجأة نرجع نلقاو روحنا انه عندنا مراسيم، عندنا قوانين قمعية نجموا ندخلوا بها للحبس اتو ماما كيما المرسوم 54. وتشير تقارير المنظمات المدنية الى تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الانسان في تونس، سيما بعد 25 من جويلية 2021 إثر احتكار الرئيس التونسي السلطة التنفيذية، طرح يعتبره الرئيس التونسي افتراء ويؤكد على أن دستور 2022 أكثر تقدما في صون الحقوق والحريات من سابقه.